الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي. النهاردة معنا أخبار كتير من كل الملاعب في النادي الأهلي، لكن هنبدأ بحاجة بس عايز أقولها للاعبين. كان حاجة حصلت معانا شخصيا وأنا لاعب يعني كويس، موضوع التزام اللاعبين والالتزام بقرارات وسلوك ومبادئ وقيم النادي. الالتزام دي أهم حاجة موجودة عندنا في الرياضة. الالتزام معناها التزام في المواعيد، التزام في التدريب، التزام تجاه الجمهور، التزام تجاه النادي، التزام تجاه بطولات النادي. أهم في الموضوع عندنا التزام اللاعب. التزام اللاعب ده لازم يكون ملتزم من كل الجوانب، بمعنى ان كان زمان مثلا الكلام ده من 20 سنه واحنا لعيبه او 25 سنه كمان نرجع بالزمن بس لورا، كان عندنا قرار من اتحاد كره اليد المصري بان هو يدي 2 لاعبين في النادي الاهلي فلوس. بمعنى الاصح احنا كنا 12 لعيب منتخب مصر، اتحاد اليد قرر ان هو يدي 2 لعيبه فقط فلوس، ودخل القرار لمجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس اداره النادي الاهلي رفض القرار وقال انا لما هدي 2 هدي ال 12. اوعدكم ان احنا كلنا كنا متفقين وكلنا قلنا بس 2 لعيبه هياخدوا فلوس. ايام زمان ما كناش بناخد، كنا بناخد 5000 جنيه في السنه، لكن قلنا ان احنا في 2 لعيبه هياخدوا وبعد كده نكمل. وكابتن صلاح سليم رحمه الله عليه رفض القرار ورفض ان هو يدي لاعبين. اللي عايز اقوله احنا التزمنا كلاعبين، التزمنا بالقرار. هو ده الالتزام تجاه النادي وتجاه الجمهور وتجاه البطولات النادي اللي هي المفروض نحققها. كل لاعبين بيتمنوا او بيحلموا ان هو يحقق بطولات كتيره على مدار التاريخ ومدار اللعب بتاعهم، لان في اخر دي سي في للاعب في حياته الرياضيه 10 سنين 20 سنه بيلعب بيحقق 20 بطوله 15 بطوله بتتكتب دائما وابدا في التاريخ. وكل لاعبين بيتنافسوا في حب النادي ان هم يعملوا بطولات للنادي العظيم اللي هو الكيان الكبير اللي كل تقريبا 60 70 مليون مصري بينتموا اليه. نتمنى من اللاعبين الالتزام في مواعيد تدريبات، في ماتشات، في كل حاجه، اللي في الاخر لاسعاد جمهور النادي الاهلي. دي كانت حاجه مهمه بس سريعه كده في اول حلقه نقولها للاعبين. الالتزام معناه حاجه واحده، هو التزام تجاه كل المنظومه وكيان النادي الاهلي. النهارده عندنا اخبار كتير من كل الاتجاهات، خلاص هنتابع في الحلقه او في البرنامج اخبار محترفينا ومحترفينا كتير في الهاندبول، في محترفين في الطايره، في الباسكت، في كل الالعاب عندنا محترفين هنتابعهم ونشوفهم وصلوا لغايه فين. هنبدا النهارده اول تقرير او اول خبر عن المحترف الكابتن علي زين، المحترف في نادي الشارع الاماراتي ويفوز بكاس الامارات على نادي اهلي دبي 28-23. علي قدم اداء متميز جدا جدا جدا، دي تاني بطوله دي السنه دي مع نادي الشارع، كانوا كسبوا اول بطوله السوبر ودي تاني بطوله، وهنتابع معاكم اخباره وهنجيبه على التليفون ونعرف اخباره ايه في كل الاتجاهات. علي زين دي تاني مره يحترف في الامارات، كان اول سنه احترف مع الجزيره الاماراتي وحقق البطولات المطلوبه منه، كانت بطوله سوبر وبطوله دوري وبطوله كاس برضه، وبعد كده طلع على فرنسا احترف وجي من فرنسا على الامارات. تاني محترفه معانا كابتن مروه عيد. كابتن مروه عيد وصلت مصر اول امبارح، ووصلت لمصر عشان هي عندها في مشكله في ركبتها، جزع خفيف في ركبتها هيتطلب راحه شهر ان شاء الله باذن الله. كابتن مروه عيد هي اول كابتن مصري بنت محترفه خارج مصر في كره اليد، واول كابتن لفريق اوروبي. مروه عيد هي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابق، بس دلوقتي هي كابتن نادي نيس رابع الدوري وخامس الدوري، ومحترفه هي من احسن الهدافين موجودين هناك، من احسن لاعبين في سنتر هاف. مروه ليها حاجات كتيره جدا جدا جدا. المفاجاه لكل الجمهور ان مروه عيد هتكون معانا يوم الاحد اللي جاي باذن الله في حلقه مفتوحه، هنعرف اسرار كتيره جدا 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 مع مروه عيد. نروح لفريق الباسكت، كرة السلة السيدة أو كرة السلة ناشئات في دوري المرتبط، لعبوا نادي الصيد. نادي الصيد من الأندية القوية جدا جدا في مجال كرة السلة أو في مجال السيدات بالمعنى الأصح، وقدر النادي الأهلي بنات النادي الأهلي يكسبوا 67-66، فرق بونت واحد، ماتش صعب جدا، ماتش كان مليء بالجمهور، حماس عالي جدا، اللاعبات بقيادة كابتن أحمد إبراهيم أدوا اللي عليهم، أدوا خطط كويسة جدا جوه الملعب، أدوا أداء كان مهم جدا جدا يكسبوا نادي الصيد لدوري المرتبط، مرتبط بالناشئات ومرتبط بالفريق الاول. هنروح لكابتن احمد ابراهيم في تقرير هو اللاعبات ويقول لنا عن اخبار الفوز ايه على نادي الصيد واسلوبهم وطريقتهم في مشوار البطوله المرتبط.